هل ترون مستقبل تونس مظلماً بعد الانتخابات الأخيرة؟ بعد فوز الرئيس قيس سعيد، طرحت سؤالاً على التونسيين، كيف تتوقعون مستقبل تونس؟ كانت الإجابات متنوعة ومليئة بالعواطف. قال أحدهم: إننا نسير على طريق الإفلاس. التضخم وارتفاع الأسعار كلها دلائل على انهيار اقتصادي. يرى البعض أن البلاد تواجه ديوناً ضخمة، ويخشى آخرون من اضطرابات سياسية جديدة، بينما يرى آخرون أن الهجوم على قيس سعيد مؤامرة من النخب القديمة. توقع أحد المستخدمين سيناريو قاتماً: سيزداد التضخم وستتدهور البنية التحتية، ولكن ليس الجميع مستعداً للاستسلام. قال أحد المتفائلين: تونس مسؤولية شعبها. إذن ما النتيجة؟ يبدو المستقبل قاتماً، ولكن لا يزال الشعب يملك القدرة على إحداث التغيير. فهل ستنهض تونس من جديد؟ الأيام وحدها ستجيب عن هذا السؤال.